بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس مالنا اللي هو Animal Endocrinology. الإندوكرينولوجي ما أعرف عندكم يعني انطباع عنها بالماجستير أو ماكو انطباع ما أعرف، بس الإندوكرينولوجي هو علم تخيلي، يعني إذا ما عندك قابلية للتخيل ما تقدر أن تشتغل إندوكراين. الإندوكراين أكثر تفسيراتك، أكثر شغلك كله متعلق بالإندوكراين. فأعتقد أنا يمكن مهند عارفه وندرس، عمار عارفه، سالم، بس ساد رافع روسي. أوكي، الأنيمال إندوكراينولوجي يعني إحنا من نريد ندرسها كعلم متعلق بجميع العلوم الأخرى، لذلك راح يعني ناخذ شيء يعني بشيء من الصعوبة، بس يعني ما نخلي درس مزعج، نخليكم على درس نريد بي مور اكتيفيتي، أكثر تفاعلية، يعني ربما تكلفون أنتم بإعداد بعض المحاضرات نجي نتناقش بها هنا، سام سمينارز راح تسوي لي همات عليه، يعني الدرس يكون يعني بيه تفاعل اكثر من بقيه الدروس. ليش؟ لان هو مثل ما قلت لك هو درس تخيلي راح نجي عليكم تخصصاتكم واحد واحد كبدايه. نبدي بالاستاذ مهند. استاذ مهند، شو تخصصك؟ تغذيه دواجن. شوف، تغذيه الدواجن متعلقه تعلق كبير بمن؟ بالاندوكراين. شلون؟ احنا رشيح عند الدواء المدرسي، صح ولا مو صح؟ مدارسين انه هرمون اسمه الليبتين، هذا هرمون الليبتين يسيطر على اوكلاخ اسمه الليبتين، واكو الجيرلين يسيطر على الشبع والجوع و و و و و الى ما اشبه ذلك. هذا انت لازم تاخذ الاساس حتى تعرف شلون. نجي على استاذ عمار، استاذ عمار هو على التكنولوجيا الدواجن. استاذ عمار ما درس اكو سام هرمونز اللي هي تعمل على تقلص وانبساط وشد العضلات في المستقبل. لازم نعرف شنو هو، شلون تشتغل، شلون تصير ستنور تغذيه، نفس العمليه، تكنولوجيا نفس العمليه، بيض لو لحوم يعني نفس العمليه. سالم تغذيه نفس الشيء، ما شاء الله كلكم تغذيه. سالم بس اعتقد اشتغل على شغل يعني مور سبيسيفيك، اتذكر على الجهاد وشلون مقاومه الالم وشلون بعض الهرمونات مثلا تخليك يعني الم موجود بس هي ما تحس، يعني الم يعني فد عمليه شوي تكون معقده. واما استاذ رافع، فاستاذ رافع درس على اسماك، والاسماك طبعا فيها بحر كبير بالاندوكراينولوجي، يعني بحر كبير جدا. يعني الان درست فشلت اسماك العام، اتذكر العام مدري اول عام فشلت اسماك درست، يعني الاندوكراين فيها بحر كبير، يعني واحده منهن السمكه ليش تغير لونها؟ السمكه هنا بيضاء قاعنا خضراء قاعنا تغير حسب لون البيئه. ايه بالضبط بسبب شنو؟ بسبب هرمون الميلانين اللي ام اس اتش اللي غير الصبغه و و و و فاذا احنا ذن يكونن لازم ناخذهن تفصيل يكون مو ممل وانما اكثر من ممل. بالنسبه لي شنو هو الهرمون، شنو هو الاندوكراين، وتفاصيل بسيطه، وبعدها راح نبدا ننزل بالعميق. الانيمال اندوكرينولوجي نجي على اول سؤال مثلنا، او اول شيء هو شنو هو الاندوكراين جلاند؟ What are the endocrine glands؟ يعني شنو هي الغدد الصماء؟ من عندك تصور عن الغدد الصماء شنو هي؟ تمام نفس الحاله سالم. تمام اوكي، اذا هي غدد داكلس يعني ما بيها قناه تفرز افرازاتها بالجسم. هذه الافرازات تفرز حسب احتياجات الجسم، هذه الافرازات تفرز حسب احتياجات الجسم وتفرز ما يسمى بالهرمونز، والهرمون هو مواد بروتينيه. هاي المواد البروتينيه تنتقل الى مجرى الدم وتغير من عمليه ما.
هذا كشيء يعني خلينا نقول كشيء اولي. وطبعا الغدد هوايه، اكل اوفري، اكل تيست، اكل تيستس، اكل ثيرويد جلاند، البراثايرويد، الهايبر ثالاموس، هذه كلها كشيء اولي. اذا هل قبل ما نبدا يعني بالهرمونات، هل افراز الهرمون بالجسم ضروري ام غير ضروري؟ طبعا ضروري تمام. هل زيادة ضرورية أم غير ضرورية؟ زيادة الهرمون سلبية، ليش؟ تسوي لي some defects تمام؟ هل حقن الهرمون الخارجي أو الهرمون الصناعي بالجسم ينصح به أو لا ينصح به؟ ما ينصح به. منظمة الصحة العالمية يقول لك خلاص يعني الهرمون ما يصير. فأنا في شغلي من أريد أشتغل كأبو إنتاج حيواني، كأبو تربية حيوان، ما احاول احقن هرمون وانما احاول اغير من ميكانيكيه تخلي لي الهرمون ينفرز. اغير من ميكانيكيه تخلي لي الهرمون ينفرز. مثلا احتاج اني هرمون الميلاتونين. دور الميلاتونين شنو هو؟ هو عامل مؤكسد تمام؟ يعني يجي شلون احنا نسميه، انا اسميه تسميتي يعني اسميه بلديه، يجي ينظف تمام؟ الخلايا زائده، ما اعرف شنو ما اعرف شنو. احتاج انا الميلاتونين، الميلاتونين شلون ينفرز؟ هل احقنه؟ لا، عن طريق شنو؟ اقطع الضوء، اقطع الضوء من يا ساعه؟ لا لا احنا خلينا نحكي على الانسان ولا حول ولا قوه. رب العالمين شو يقول؟ يقول جعلنا الليل لباسا. شنو معناها؟ يعني لازم بالليل استقر، الانسان لازم بالليل ست ساعات ظلام. هاي الست ساعات لازم وين تبدي؟ تبدي من التسعه تبدي تقريبا للوحده او الثنتين. بهاي الست ساعات الظلام اللي يعيشها الانسان ينفرز هذا الهرمون اللي هو يحافظ على صحه الجسم. زين لو نجي على وضعيتنا احنا، ما فينا واحد بالتسعه بالليل يطفي حاسبته الا الوحده الى الثنتين كلنا قاعدين، عندنا تصير عندنا مشاكل صحيه، يصير عندنا مشاكل هرمونيه، يصير عندنا خاصه الرجال كرشنا، ما فينا واحد ما عنده كرش ما اعرف يعني، يصير عندنا مشاكل سببها شنو؟ سببها هذه عدم الالتزام بالنظام اللي يسموه البايولوجي، النظام الحيوي. زين مثلا يعني عامل اخر، انا احتاج الهرمون مثلا هرمون مثل هرمون الاجهاد او هرمون الغضب. انت من تصير غضب عصبي عندك ينفرز هذا الهرمون، او انت من تسمع خبر يعني انهب يعني غير 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 صار شوف وجهك يصير اصفر، سبب شنو؟ راس بعض الهرمونات جات خلص الاوعيه الدمويه، الاوعيه الدمويه تقل يصير عندك قله بالدم والى ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم شو يقول؟ يقول اذا غضب احدكم اذا كان واقف فليجلس، واذا كان جالس فليتمدد والى ما نهايه الحديث. اذا احنا نريد نفهم الاليات الميكانيكيه كلها تصير بالحيوان سواء كان دواجن، مشتريات، واسماك. زين منو دواجن؟ منو عنده مشتريات هنا؟ يمكن بس 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 رمي مو. نجي على الغدد الصماء الموجوده بالجسم، طبعا كثير جدا اكو من الغدد الصماء موجوده بالجسم كثيره ومختلفه ومتعدده ومتنوعه، بس يعني الاهم شيء هي ادرينالين جلاند، تايموس، تايرويد، البنكرياس، الاوفري، والتستس، والبينير جلاند اللي هي الغده الصنوبريه، والبيتوتري جلاند اللي هي نسميها الماسترو اللي مسيطره على كل الغدد. ماشي عيني؟ هذا قسم توضيح عنها، ربنا علي نفهم شلون تصير الغدد شلون تتفصل تفصيلاتها. نرجع على الهرمون، الهرمون هو شنو هو؟ تركيب بروتيني او سترويدي، تركيب بروتيني او سترويدي. هذا التركيب البروتيني او سترويدي هو مواد كيميائيه، هاي المواد الكيميائيه تعتبر رسل كيميائيه، تعتبر رسل كيميائيه. هاي الرسل الكيميائيه شو تسوي لي؟ تغير لي من نوع من التفاعل او تحفز لي تفاعل او تدخل كعامل مساعد في تفاعل ما لانجاز عمليه حيويه في داخل الجسم. تمام؟ نجي على الأمثلة. اليوم أني خبروني قالوا لي لازم تحضر
لان ساعة راح يجي فد مسؤول لازم تجي تقابله، شو راح يصير بيك؟ راح تبدي يصير عندك نوع من الكونفيونس، يعني من الارتباك، نوع من الخبصة خلينا نسميها. هذا ناتج من شنو؟ شلون هي اختلاف الهرمونات؟ اوكي، وكل كلام صحيح، هدفتها ماليه. اوفا اليوم انا وساد رافع بدنا نتمشى، ساد رافع ما شاء الله بعده شباب وانا شايب، هو بدنا نمشي. جاء واحد جرب بندقيته وقال نرمي طلقات علينا. شوف انا ساد رافع ما شاء الله كل قفزه فد 500 متر، وانا كل قفزه فد 100 متر. هاي من جتنا هاي الصحه؟ يعني بالمشي العادي هو نمشي. من جتنا هاي الصحه؟ بالضبط، هذا جاي من افراز هرمون، مثل احنا نقول مثل هرمون بالانسان الكورتيزول، هرمون او هرمون الخوف او شوف يعني شنو هو الهرمون. هذا الهرمون يسوي لي فعل بالخليه الحيويه اربع اضعاف ما هو موجود بالاعتياديه. تمام؟ يسوي هذا الهرمون؟ يقلص الاوعيه الدمويه، يخلي سرعه الدم تنضخ سريع، يزود نبضات القلب، يزود عمليات التنفس، يزيد دقات القلب، يعطيني طاقه اكثر. فذلك شو سواني؟ انطلق بسرعه كبيره جدا. بس من يروح الخطا الخارجي شو يصير بي؟ جسمي منهك. الهف، اتعب، اروح القاعه، حتى كنا مجربين من تركض مسافه، تقف من الركض، تتعب دمك جوا، ترفع راسك، تحاول تاخذ نفس اكثر. تمام؟ إن هذا شنو جاي ناتج؟ ناتج من شنو؟ هو دخول هرمون وغير لك من شيء من حياتك. كلكم اعتقد او كلكم الاغلبيه من قرا الاعلان، اعلان نتائج الدراسات العليا. تم كذا 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 وادناه القبول كما بين في ادناه. شوف قلبك صار بي 180، بس تطلع اسمك وين؟ وجهك صار بي صار اصفر. هذا ناتج من؟ ناتج من انت قريت عرفت راح تجي راح يجيك خبر، هذا الخبر سواء كان سيء يعني لا سمح الله او جيد. سيء راح شو يصير؟ تضوج، تعكس عندك ديبرشن، يعني عندك كابه، الاوعيه مالتك تتقلص، الدم يقل بوجهك. بسبب شنو؟ بسبب الهرمون اللي صار عليك، الاجهاد اللي صار عليك. او خبر مفرح ان شاء الله ناخذه مستقبلا، اللي هو مثلا فرز عندك سيراتونين، دوبامين، غيره، عندك مزاج عالي، الاوبايت صار عندك فول، يعني الافيونات صار عندك فول، مزاجك صار راقي جدا. ذاك الوقت يجي ابنك او يجي اخوك او جاي احد يقول لك اعطيني 100,000، انت ما عندك مشكله. تمام؟ ليش؟ بسبب شنو؟ انت مزاجك تعدل. هذا شنو ناتج؟ ناتج من شنو؟ من سماعك هذا الخبر، هذا الهرمون انفرز، هذا الهرمون سوى لنا حاله بالجسم جديده. اذا نعم. 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 المحفز عصبي راح ناخذه، يسموه نيرو هرمونز، محفز هرمون عصبي، هرمون عصبي هو هو بالضبط بالضبط. اعطي لك مثل، شوف اليوم انت قاعد تمشي بالشارع، انت ما جوعان، طبت من البيت طابخين دولمه او طابخين اكله تحبها، بس تشتم هالجوع. ليش؟ دخل الريحه، دخلت على مراكز الدماغ، على اللي يسموها الاولفكشن، يعني الاولفكشن بابلز اللي هي مراكز الشم. مركز الشم من جت الريحه ايش سوى لها؟ حولها وين؟ على المعده. المعده ايش فرزت لك؟ جيرلين، ترجعت. انت قاعد تمشي مو جوعان، شفت بقلاوه قدامك، شفتها، النظر وين سوى؟ على المراكز الدماغ، الدماغ وين دخلك على المعده؟ انت جعت. انت قاعد نوبات بالتلفزيون تشوف اطفال سوريين او تشوف اطفال عراقيين او تشوف اي شيء، موقف يقهر، انت تنقهر تتكئب وتضوج وتنقهر ودمع عينك، هذا شنو هو كله؟ هذا تحفيز للهرمونات اللي احنا راح نفهمها ونفهمها شنو. اذا نعم. هل مختلف من شخص الى بالغالب بالغالب هذا يتبع شنو؟ يتبع البيئه المحيطه بك. تمام؟ احنا مثلا نجي نقول نجبورج عمام سالم كلهم شرانيين. تمام؟ بس مثلا
اكو جزء منهم داعي يقول لك فقره ولا فقره، هم حامده كلهم في شرانين، اكو جزء منهم فقره. الجانب الوراثي يدخل بس العامل البيئي يغير. الجانب الوراثي يدخل بس عامل بيئي يغير، فالعامل البيئي من يغير يفرز لك الهرمونات مثلا انا وسالم اخوه ان شاء الله اخوان. انا وسالم طبعنا حاد. مثلا الاب المشترك بيناتنا الابونا طبع حاد، سالم جاء طبع حاد عاش ويا ابوه. طبع حاد اي واحد يحكي عن تقبيل لازم يعاركه. مثلا انا عشت برا وغير مكان. انا على البيئه اللي انا عايش فيها ما عندي شيء حاد. فمن اجي ويا سالم ما نتوالم، سالم حاد وانا مثلا غير او العكس يعني مع احترامي لل. فاذا شنو هي؟ هي البيئه التي حددت. هاي البيئه هي التي تفرز هرمون سواء كان الكورتيزول هرمون او الاندروجين هرمون او تفرز لك الاوبايد اللي تخليك ريلاكس. تمام؟ نفس الشيء بالدواجن. الدواجن من تجي على الدواجن تروح على مثلا دجاج البياض. دجاج البياض كله هادئ ومسلم. زين؟ هادئ ومسلم تقيد تنزل ما عندها مشكله. لو كسرت بيضه قدامها شافت الصفار صارت الصفار اكلت من الصفار اكلت من البياض عجبها من عجبها راح تفسر الحقل كله تكسر البياض تفسر الحقل كله اذا هذا شنو هذا؟ هذا بين جاء من شيء تولد عندها مرته شافته عجبته اذا هو شنو هو؟ شيء حفز اذا هو الهرمون شنو دوره؟ دوره تحفيزي واضحه الفكره؟ يعني خلفت المساله انه الهرمون يا اما تحفيز يا اما تثبيط. بس هذا التحفيز والتثبيط قد يكون ايجابيا او قد يكون سلبيا. تمام؟ مثلا تضارب بعض الهرمونات، تآزر بعض الهرمونات. نوبات تفيدني، نوبات ما تفيدني. اذا انا شنو اني؟ من اقول الهرمون دوره تحفيزي تثبيطي قد يفيد بعمليه حيويه او قد يمنع عمليه حيويه قد لا تفيد الجسم او قد تفيد الجسم. تتفقون هذا الشيء؟ واضحه الفكره؟ اذا الهرمون هو هرمون يا اما يكون تحفيزي لعمليه حيويه قد تنفع او لا تنفع، او يكون تثبيطي لعمليه حيويه قد تنفع او لا تنفع حسب حاجه الجسم. طبعا جهاز الغدد الصماء الموجود يعني جهاز الغدد الصماء موجود بجميع انواع الكائنات الحيه حتى بالحيوانات الحيه الوحيده حتى بالحشرات حتى بالحشرات الصغيره بالنمل بغير غيره كلها موجوده عليها الهرمون كل تستخدم الهرمون وكل عمليه حيويه لازم تدخل فيها الهرمون وشلون يتخلق الهرمون وشلون يشتغل موجوده في العمليات الحيويه. طبعا جهاز الغدد الصماء هو جهاز الغدد الصماء طبعا يعني يسموه بالاندوكراين سيستم، الاندوكراين سيستم موجود بجميع الفقريات اي الفقريات ولا فقريات عموري. الجماعة التوسعة الجديدة هسه والله اعتقد يروحون قبل بس خلي اكمل واسال الدكتور محمود. ماشي يعني اليوم خلي عبروها اليوم اي خلي عبروها اليوم اي بس باوع لي اكو ترى توسعه لك راح تجي يمكن مو توسعه تدوير اي والله ما اعرف والله بعض الغريبين ما اعرف والله سجل احكي لك شو مين اي دوفا والله اذا هو جهاز الغدد الصماء هو يتولى تنظيم وافراز هذه الهرمونات لما نقول جهاز الغدد الصماء جميع غده قابلة على إفراز هرمون أو اكتساب هرمون. خصائص الهرمون. شنو هي خصائص العامة للهرمونات؟ يعني الهرمون شنو وظيفته؟ شنو دوره؟ شنو يساهم؟ شنو يعمل؟ راح نجي نتعلمها. أول شيء يسبب زيادة نشاط التفاعلات. Increase the activity of interactions in the cell يعني يزود لنا التفاعلات اللي موجوده بالخليه ولكنه لا يخلق تفاعل. هاي هو يزود التفاعلات ينشطها بس خلق التفاعل
بالضبط كعامل يعني يكون كعامل مساعد يعني يدخل بالتفاعلات ولكنه لا يخلق تفاعل جديد. واضحه؟ يعني من جدا نشوف انا نشوف نوجه هنا نشوف شاشة مبين عليها هذي معليش عمار يجي لا لا بعيد بس بس على اللي هذا على هاي تبين على الشاشة ما يبين نجينا نشوف نشوف ستريد هرمون هذا السكر هرمون يجي السكر هرمون هذا السكر راح يجي راح يبين هرمون وسكر يعني هذا السكر موجود شو هرمون شو يصير هرمون ويا اللي شو يدخل اصلا ناخذ عليه يدخل دخوله هرمون يا اما يدخل على سطح الخليه او يدخل عن طريق مضيف او ريسبتر اليه فبيدخل عن طريق ريسبتر راح يتعد وياه راح يدخل شوف شلون راح يصير يدخل جوا الى داخل الخليه ويؤدي عمل حيوي اذا شو يسوي؟ يزود من وينشط من العمليات الحيويه اللي موجوده. واضحه الفكره؟ زين. النقطة الثانية تختلف معدلات افراز الهرمون، يعني do not selected as constant rate، يعني ما تفرز بمعدلات ثابتة. يعني تختلف معدلات افراز الهرمون بدرجة كبيرة بداخل اليوم الواحد تختلف وتختلف بالموسم الواحد وتختلف بالسنة الواحدة ويعني وحتى بالنوع والجنس الواحد تختلف. يعني خلاصة القول انها ما تفرز بشكل ثابت. يعني شلون؟ يعني اليوم اني استاذ عمار اني يعني عندي انفرز هرمون الاندروجين يعني او عندي انفرز عندي هرمون الكورتيزول اكثر ما ينفرز عند استاذ عمار. لذلك انا شكون يعني all times I will be worried دائما اني قلق هاي عمار يضل يقول لي اهم شيء طلاب دائما اني شنو؟ دائما اني قلق. شوف مثل غير شخص يقول لك شنو؟ ابغى اسطر هي 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 يعني هي تلاص انا قولتهم. فاذا شنو هذا؟ هذا اختلاف بين هاي الهرمونات. شوف هسه هذا البيك انا بشرك اياه يكون يفرز 100 بعدين يفرز اكثر ولو تكمل ينتج ينزل ويصعد. اذا الهرمون افرازه غير ثابت غير مرتبط بسنه ويوم وشهر. كل سنه يفرز شكل، كل يوم يفرز شكل، كل حاله تمر بها ينفرز شكل وكل نوع ينفرز شكل. اذا الهرمون غير ثابت يعني ما نقدر نقول عليه ينفرز بمعدلات ثابته. اذا الخاصيه الاولى هو يدخل بالتفاعل يجد التفاعلات، الخاصيه الثانيه هو بيفوز بمعدل غير ثابت. النقطة اللي بعدها تفقد من الجسم باستمرار، ما يبقى الهرمون ما يبقى بالجسم، يفقد من الجسم باستمرار عن طريق الإخراج أو تحويلها إلى مركبات أقل نشاطا أو تحويلها إلى مركبات أقل نشاطا. شوف دائما أنا عندي شنو؟ عندي الهرمون لازم يتغير ما يبقى على المستوى اللي طلع به. لو الهرمون لم يغير اوكي لو الهرمون بقى على المستوى البي كان ما قدرنا نعيش. مثلا يوم انا غضبت الهرمون بيك مال هرمون غضب صعد لو بقى بصعد انا اموت. لو انا خفت لو بقى صاعد هم انسان يموت تمام. لو بقى هرمون الجوع جائع يظل يحفز الجوع عمي. اذا الهرمون شنو هو؟ لازم يحول الى شيء اقل نشاط او انكتف او يفقد من الجسم. اذا بقى مستمر على وضعيته شو يصير بالانسان او شو يصير بالكائن الحي؟ يفقد يعني يفقد حياته. زين؟ فلذلك انت شو تشوف؟ تشوف بعض الاشخاص يقول لك عنده مرض ما يسمى بفرط الهرمون او زياده افراز الهرمونات. ايش تلاقي؟ تلاقي سمين بدين كلش، تلاقي تصرفه غريب، تلاقي
يعني اب نورمال يعني بشكل يعني فشي عنده فشي مشكله ليش هذا العام؟ كل شيء كل شيء مثلا تجي انسان هذا معقم شلته من ناخذه هنا كب بناح كنا عندنا شايفين ايش ناس تمام؟ انسان ما يعطي عذر ابد اطلاقا ما عنده عذر مثلا اليوم انت قلت له قال لك سوي فلان شغله انت اذا شغله ما سويت لي هذا انتهيت انت خلص هذا يسموه شنو؟ يسموه مريض بس مو مرض يعني احنا مثل ما في فرق الهرمون وانما مريض بمتلازمه الاجهاد او متلازمه ناخذها مستقبلا ان شاء الله متلازمه افراز الهرمونات اكثر من اللازم وهذا طبعا كل الشعب العراقي يمر بهاي المساله بسبب هذه يسموها متلازمه الاجهاد لازمة الاجهاد اليوم انا اقول لكم بالليل مثلا عندنا راح اسوي ان شاء الله جروب مال كلاس روم وراح اقول لكم انا باكر راح امتحن لكم كويز شوف شو يصير جهالك واخر عني عندي كويز لا حد يحكي وياي ما ادري شلون شو راح يمتحني شو راح يجيب لي زين ليش يمتحني كويز زين او اقول لك مثلا باكر انا اخذكم درس بالعلوم او اخذكم درس بالتربيه بنات وديني شو راح اطلع راح اطلع هذا العضو صرنا هنا وخذنا هذا كله شنو هو ناتج مين؟ ناتج من متلازمة الإجهاد اللي تفرز هرمون بدون ما يسيطر عليه. اوكي؟ لذلك إذا الهرمون صار بقى أكتف راح يأذي الجسم، لازم يحول إلى شنو هو؟ إلى هرمون إن أكتف أو مادة غير فعالة حتى يستطيع الإنسان أو الكائن الحي يمشي أموره ويمشي حياته عليه. متفقين أولا ثلاث نقاط بصفات الهرمون؟ نعم. نعم نعم بالضبط لا لا احنا شوفي احنا من هاي راح نرجع عليه ان شاء الله مستقبلا احنا ما نقول يعني اكو ديفكتيف بالغده هذا منتين منه اكو خلل بالغده منتين منه الهرمون من يفرز هذا الهرمون يعني الغده منتين منه بس الهرمون من يفرز لازم يصير انكتف من بقى اكتف يصير لنا مشاكل لذلك ليش ما ينصحون بافراز بحقن الهرمونات؟ الهرمونات الصناعية تبقى اكتف. الهرمون الصناعي تبقى اكتف. المتسابقين اهل كرة القدم، اهل كمال الاجسام، الحديد ياخذون هرمونات، مكملات غذائية هي هرمونات، هاي تبقى اكتف. بقي نشر، هذا الريد بول اللي يشربوه، هذا كله شنو هو؟ كله هرمونات، هذا يبقى يبقيك اكتف. بقاك الكوكايين بالقهوة، قهوة نعسان، الكوكايين تبقى صاحي، هذا يبقى اكتف بس على شنو؟ على حساب صحتك. هذا اللي قصده. أما خلل الغدة، فالغدة هي مو خلل بها، الغدة قلت لك الغدة راح تعود، شلون احنا قلنا متلازمة الإجهاد، الغدة تعود أنها تفرز يصير عندها إيقاع يومي. هذا الإيقاع اليومي تتعود الغدة كل فلان ساعة تفرز. أوكي؟ فلذلك مثلا تجين علينا يعني معين احنا وقتنا مخربط الشياب الكبار او الناس اللي ما عندها دوام اللي ما تداوم تجيب 12 يتغدى حتى لو تحش لو تغدى تريق بالعشره تجيب 12 يتغدى شيابنا حتى لو بالعشره ياكل 12 يتغدى ليش؟ هذا ب 12 تبدي عنده الغده مال الجيرلين وغده البنكرياس اللي تفرز عنده الجيرلين جوع يريد غدا يسموه ايقاع يومي ما بيها مجال مثل اقوى ولا مش مثل اقوى؟ بالدين وبالشريعه يقول لك لا تصلي بجامع واحد. اكو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سامعين به وما سامعين به يقول لك يعني لا تصلي بجامع واحد لانها تصبح عاده وليس عباده. ليش؟ عندك ايقاع يومي روتين فلان ساعه تطلع من تطلع الضوج تروح للجامع فشو تسوي يعني ما نجيب 10 يقول لك انت ما راح تروح للجامع انت تروح تسوي الروتين مالك لذلك غير من المنزل اذا هذا اللي قصده انا شنو عندك؟ عندك نوع من الغده يصير فيها ايقاع لا ساعه تفرز اوكي هسه كليتنا احنا من يعني صار لنا على مستوى خلينا نقول فد 20 سنه او 25 سنه احنا ما ننام بالتسعه ما ننام بالعشره ثنتين وبثلاثه بس لما تجي على اصلنا جربها انت اليوم بالعشره او بالتسعه اذا انت قاعد احاسب تشتغل وتشوف واحد نايم تنعس. صح ما تنام؟
بس يجي ببالك شنو هو نوع من النواه، اذا شنو هو غده ما تقعد تشتغل على هذا الشيء. فهي شنو الغده؟ الغده تسويها قاع يومي، فهذا القاع اليومي هو يسوي لنا المشاكل اللي احنا ما نريدها، قد يكون زينه او قد تكون مو زينه. اذا الهرمونات اولا تساعد عملية التفاعل، يعني تساعد عملية زيادة النشاط الخلية. اثنين، لا تفرز بشكل ثابت، قد تكون تحفيزية قد تكون تثبيطية. والنقطة الثالثة، لازم الهرمون من يكمل عمله لازم يكون انكتف حتى ما يسوي لنا مشاكل اخرى. اوكي، كان الكلام لحد هنا اكو اشكال؟ زين. طبعا احتمال اطالبكم في الجدول يعني مستقبلا على الهرمونات، بس يعني مو هسه، نشوف شلون يصير. هلا حمودي. هذا راح اقدم لنا طلب مو؟ والله هو وين موجود؟ لا مو موجود. خليه مكسر، خليه مكمل محاضرة اخابر مدير مكتب رئيس الجامعة المهند، مدير مكتب المساعد، إذا قال لي جيبه خليه تلاقيه طالب أسرع علي يختار بسرعة. إذا جاء في البريد خليه نجي على الكيميكال ستراكشر اوف هرمونز، التركيب الكيميائي للهرمون. طبعا الهرمون يتكون من ثلاث مجاميع اساسيه. المجموعة الأولى هي البابتايد اند بروتين هرمون، يعني الهرمونات البروتينية. الهرمونات البروتينية طبعا الفرق بالتسمية بين الهرمون الببتيدي والهرمون البروتيني. فرق بالتسمية الهرمون الببتيدي والهرمون البروتيني. الهرمون البروتيني عفوا الهرمون الببتيدي يحتوي على على أقل من 100 حامض أميني. الببتيدي يحتوي على أقل من 100 حامض أميني. اما الهرمون البروتيني يحتوي على اكثر من 100 حامض امين. اذا من واحد يسالك يقول لك شنو البروتين وشنو البيبتيدي، هذا البيبتيدي اقل من 100 وذاك يحتوي على اكثر من 100. ماشي؟ طبعا التشابه اللي يصير بين الهرمونات ناتج من مين؟ ناتج من 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 تشابه الاحماض الامينيه. نجي ناخذ مثل البرولاكتين وهرمون النمو. متشابهات بالاحماض الامينيه لحد 100 النبيين 198 حامض اميني. متشابهات بالاحماض الامينيه لحد 197 تشابه تام، فقط بالاخير يختلف. فانا شو اسوي لهذا؟ تشابههم بهذه الاحماض الامينيه يعمل لي على يكون نفس العمل، يقدر يقدم نفس العمل. مثلا هرمون البرولاكتين يعتبر هرمون بنائي يساعد ببناء الجسم، بناء الخلايا، وهرمون النمو هو تعرفون انتم هم يساعد بناء الجسم وبناء الخلايا. اذا اكو تشابه يصير بالهرمونات، هذا ان شاء الله نحن في المستقبل. هذا الفرق بين الهرمون البيبتيدي والهرمون البروتيني. الشيء الثاني هو مشتقات الاحماض الامينيه، مشتقات الاحماض الامينيه. الاول هرمون بروتيني وبيبتيدي، ثاني مشتقات الاحماض الامينيه امينو اسيد درايفيتد. هذه مشتقات الاحماض الامينيه اللي هي اكثرها تمثل هرمون التي 3 والتي 4، هرمون التي 3 والتي 4 المفرزه من الغده الدرقيه، وهرمونات الامبفرين والنور امبفرين المفرزه من نخاع يعني من الادرينالين، وكذلك من نهايه الاعصاب السمبثاويه. اذا شنو هاي؟ هاي الهرمونات مشتقه من حامض اميني. دائما شفتوا هاي الهرمونات تعمل على تعمل عمل يسموه عمل نواقل عصبيه او نيرو ترانسميتر. ماشي؟ بس هي يسموها مشتقات من احماض امينيه. بالضبط. لا كل هرمون، اكثر هرمون تسوي مثبط وتسوي محفز، يعني اغلب الهرمونات، بس هاي الهرمونات بنفس الوقت تشتغل نفس العمل.
النقطه الثالثه هي هرمونات الاستروجين، يعني او الهرمونات الاكثر تكون اكثر فعاله من بقيه الهرمونات. ليش؟ لان يكون لها مستقبل، هذا المستقبل يدخل الى داخل الخليه ويكون فعله اسرع من هرمونات البقيه. ليش؟ لان هرمونات البقيه تكون تلتصق اجدار الخليه، واجدار الخليه تبدي يعني تغير بعمليه التفاعل. هاي لا، هاي لها مستقبل. شلون الباص؟ شلون واحد واقف باص يركب باص ويدخل بمدينه؟ نفس الشيء، مستقبل ينتظرها برا، تلتصق بالمستقبل وتدخل الى داخل الخليه لتاديه دور ما، فتكون يعني فعله اكثر. هاي الهرمونات مثلا يعني تغيير بسيط، اختلافات بسيطه، مثل الكورتيزول اللي هو بالدواجن اسمه كورتيكوستيرون، بالمشترات اسمه كورتيزول، وبالانسان اسمه كورتيزول، وبالاسماك انا برجع طالع على الاسماك، لان صار رافع قاعد يحب الاسماك، نسميها ايضا كورتيكوستيرون. كورتيكوستيرون الاستراديول، تستوستيرون، البروجستيرون، هاي كلها هي هرمونات استرويديه تساهم في دخول الخليه وانجاز بعض الاعمال الحيويه. طبعا الرسل الكيميائيه او ما يسمى بالرسل الكيميائيه المنظمه اللي موجوده داخل الجسم تختلف من واحده الى الاخرى. عندنا تقريبا ما يقارب 5 رسل كيميائيه. طبعا احنا بنقول هرمون، فهو هرمون رساله كيميائيه، رساله من خليه الى خليه اخرى، وهي الخليه تعتبر يسموها تارجت سيل، اللي هي عضو او خليه الهدف. اوكي، يعني مثلا افراز الاي سي تي اتش النخاميه حتى يروح لي لا خليه، حتى يروح لي الى الخليه خليه الادرينالين حتى يحفز لي الدور الادرينالين. اذا هو افراز من خليه اثر لي بخليه اخرى، تمام؟ هذا انا اخذها شوي نوم ان شاء الله، يسموها الباراكراين والاوتوكراين، يعني يفرز من خليه اثر بخليه اخرى، او نفس الخليه اثر بها. اذا شنو هو الهرمون؟ هرمون النواقل العصبيه والنيرو هرمونز كلها عباره عن رسل كيميائيه تعمل على تنظيم العمليات الحيويه. فاولها رسل كيميائي هو شنو هو؟ اخذناه هو الهرمون. اذا يطلق من خليه، يفرز من سكرت سيل خليه فارزه حتى ينتقل بالبلاد سيل، بلاد فيسلز اللي الاوعيه الدمويه، يفرز من السكوت سيل، يفرز من الخليه، ويفرز من اي سي تي اتش، او يفرز من العدد النخاميه، يفرز من الغده الصنوبريه، حتى ينزل لي وين؟ حتى ينزل لي الى غده اخرى حتى يغير لي من مسار ما. اذا من يفرز من الغده الفارزه ينتقل عن طريق الاوعيه الدمويه يذهب الى التارجت سيل اللي هي الخليه والهدف. مثلا من يفرز من يفرز الهايبوثالامس، ينفرز شنو ينفرز؟ ينفرز سي ار اتش من الهايبوثالامس. وين يروح؟ يروح على النخاميه. شو يحفز لي؟ يحفز لي الاي سي تي اتش. الاي سي تي اتش وين يروح؟ يروح على الكظريه. شو يحفز لي؟ ادرينالين والنور ادرينالين. اذا هذه يسموها يفرز من خليه الفارزه لحتى يؤثر بالخليه الهدف، تمام؟ هذا هو الهرمون. طبعا احنا اخذنا عليه ونعرفه. الشيء الثاني من النواقل العصبيه او من الرسل الكيميائيه اللي هو نيرو هرمونز. طبعا النيرو هرمونز هي مواد كيميائيه عضويه منظمه لا تفرز من الغدد الصماء. لا تفرز من الغدد الصماء، لكن من تفرز؟ تفرز من خلايا عصبيه لها تحورات سيتولوجيه. تفرز من خلايا عصبيه لها تحورات سيتولوجيه او تحورات خليه، بحيث اصبحت لها قدره على افراز شيء ما، او هذه الهرمونات اللي تسمى بالنيرو النيرو سكرتوري. هذه الخلايا العصبيه هذه هي خلية فارزة. هي خلية فارزة، يعني الخلايا صار فيها نوع من التحور، نوع من التغير. خلاها تسوي؟ خلاها تفرز بعض النيرو هرمونات العصبية اللي تساهم بعملية ما.
ذلك تجي انت هسه حاليا تجي على فروض اللحم. فروض اللحم هاي فروض اللحم هذه الكلاسيك ليش؟ اوكي نفس الشيء مثلا بتجي لل مثلا بالنسبه للاسماك الاسماك بتجي عليها اسماك بتقدر تنقض الصماغ ولا كذا الاسماك مثلا او ما سمعت زين يصير لها نوع من التعود فتره مرات من الحوض يتم من الحوض شايفين صحيح شو السبب؟ السبب انها شنو؟ هل هي جاعت؟ مش قام مو جوعانه، قام تبدي تاكل بس هي فهذا نوع من التعود. هذا السبب شنو؟ سبب هاي الخلايا اللي تفرز نوع من الايرو هرمون اللي يساعد شنو؟ على وصول الهرمون وبالتالي تحقيق عمليه ما. اذا هذا النيرو هرمونز هو الهرمون العصبي تفرز بالخلايا قد اصبحت فيها تحولات سيكولوجيه وبالتالي تغير من بعض الخصائص الكيميائيه. طبعا مثال عليها هو النور امبفرين والامبفرين اللي هي ادرينالين والنور ادرينالين ماشي دائما انت من تشوف الخلايا العصبيه عباره عن شنو هي عن محور وتشجرات فهذه الخلايا العصبيه قد تتحور الى خلايا تقوم بافراز شنو هو النور امبفرين؟ ليش؟ شنو السبب؟ شنو السبب؟ خلي هوم ورك لو بعد وقت عن هوم ورك. مهند شوف رب العالمين جهزنا بنظام ان كل شيء خلقناه بقدر تمام؟ شوف بعض المرات الكائن الحي يحتاج الى افراز كميه اكثر من النور امبفرين خاصه بوقت الاجهاد وشيء بالطبيعه اسمه فايت اور فلايت احنا نسميه بالعامي اضرب اشطح يعني لو يعني قاتل او اهرب تمام هذا الفايت اور فلايت شنو يتولد عندك؟ شلون يصير عندك؟ يصير عندك بسبب شنو؟ يا اما تقدر تقاتل يا اما تقدر تهرب يقول لك الهزيمة تثير المراجل مو يعني يقول لك مو زي ما يعرف قتل التوام هاي ترى كلها امثال تطبق على الواقع اللي احنا نعيش به مرات انت تيجي مثلا تريد مثلا تسوي لك مشكله ويا واحد تيجي بكل الطريق تحلف اليوم اسوي كذا واليوم اسوي كذا واليوم اسوي كذا انا ما رمي مثال حمار تذكر على التعليم تصل يم الواحد واذا تشوفه عندك هيبه خاف ايش تسوي هاي؟ بدل فيشه فر تنهزم مرين بها كلي صحيح؟ هاي يسموها يسموها فايت اور فلايت هاي نرجع وين؟ نرجع الى تحكم الخلايا العصبيه بافراز النور اندوسترين نوبات العمليه اللي تصير من الهيباثالاموس على البيتريجلان على الادرينالين يفرز النور امبفرين سويس يصير اقل مما تصير عن طريق افرازه من خلايا نهايه الخلايا العصبيه. طبعا من يفرز من نهايه الخلايا العصبيه شوف على انه شنو؟ على انه ناقل عصبي. وشنو الفرق بين الناقل العصبي وشنو الفرق بين الهرمون؟ الهرمون هو ينقل رساله كيميائيه قد يكون بطيء اما الناقل العصبي فينقل اشاره كهربائيه. فشو يكون؟ يكون سريع جدا سريع. احنا لو نرجع على النقل بين الخلايا الخلايا الاعتياديه شلون تصير النقل بيناتها؟ خليه بصف خليه تنتقل من هذا الجدار لهذا الجدار او عن طريق ريسبترز من هذا لهذا مو صحيح؟ بس الخلايا العصبيه لا يوجد اتصال عضلي بيناتهم اكو فراغ بيناتهم هذا الفراغ هو شنو هو؟ يتحكم به
النواقل العصبيه اللي بش تساهم لي اللي تساهم لي بزياده سرعه انتقال الاشاره الكهربائيه. بالضبط فيزيائي بالضبط. يعني مو كيميائي، كهربائي فيزيائي. لو هذا ما كان موجود كان واحد ربع ساعة رفع ايده. اذا هذا شنو هو؟ هاي النواقل العصبية اللي تساهم بهذه العملية. النقطة اللي بعدها هي شنو هي؟ النيرو ترانسميتر. ترى نجي نوضحها بالتفصيل. نريد نشوف هاي الخلية العصبية متصلة بخلية عصبية أخرى. لو نجيبها على هاي الصورة هسه هنا شنو 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 شن نشوف؟ نشوف هاي الخلية العصبية هذه شوفها تتواضع. الرجل باوع سنانه عندي هاي الخليه العصبيه هي عباره عن تشجرات ومحاور متصله وحده بالاخرى. لو نجي نشوف الصوره هاي الصغيره هو اتصال. تمام؟ هذه الصوره هي اتصال اصلا. بس الواقع شنو؟ الواقع لا ما متصله. الواقع هذه الصوره. هذه الدوائر الدمويه، هذه الصفحه العصبيه، هذه النيوترونات، هذا المقدار، هذا الرسبتورات. شو يسوي؟ الرسبتورات، هذا الفراغ يطلع لي منها هاي المراقبة العصبية تجي هنا يروح على الرسبتور بس عشان شنو هاي؟ هاي بملايين أجزاء من الثانية. ملايين أجزاء من الثانية. إذا صار عندي سرعة بنقل الإشارة الكهربائية وسرعة بنقل الإشارة من الدماغ إلى بقية أجزاء الجسم. يعني صار عندي شيء عصبي يعني مو نقل اعتيادي، صار عندي نقل عصبي، نقل كهربائي. اذا شو لاقي يعني؟ لاقي النواقل العصبيه من الترانسميتر الى انواع من انواع مختلفه، استايكولين، دوبامين، سيروتونين، بسم الله انواع يعني انواع مختلفه من هاي النواقل العصبيه. هاي ايش تسوي لي؟ تسوي لي نوع من نقل الاشاره العصبيه. هاي النواقل العصبيه ايضا تعتبر رسل كيميائيه تساهم في زياده يعني فعاليات الحيويه. سرعه. لذلك انت شو تشوف؟ احضر لك مثل. شو تشوف؟ تشوف بعض الاشخاص اللي دائما يعني تجي للدنيا هذا مثلا تطلع اول لبرا. بعض الاشخاص اللي تجي للدنيا يعني سمنه زايده. عند فرط بالدهن. شوف نحن السبب اسيتايل كولين هو ناقل عصبي. اسيتايل كولين واحده من اعداء للدهون. دهون تفلش. دهون تفلش. لذلك شوف كل ما زاد مستوى الدهن بالجسم شنو زاد عنده؟ عنده نوع من الهرمون. تحلم حتى الرياضيين. اذا شنو احنا هاي الاتصال نشوفه اني اشوفه هو اتصال بس مو اتصال هذا هو حتى اشوفه بصوره اكبر هذا هو حقيقي. نجيب على هاي الصوره شوف باوع هنا شوف هاي خليه عصبيه هاي الانسان
سيرف نيرو يعني الخليه اللي ترسل الاشاره العصبيه تجي الخليه تجي على التشابكات اللي اسمها تشابكات غير المشكله هذه تساوي طلب تصل وهذا الخليه مستلمه او النواه مستلمه رديت كبار هنا بهالشكل هاي عمليه السوفتوير النقطه تقدر تنزل النقطه تقدر تحمل اشاره عصبيه تجي حاملتها هنا عمليه بعد ما تنزل طبعا هذا هو الريسبتر داخل الداخل تتم عمليه وصار كل شيء هو من هاي الاجزاء الثانيه لو كان الاتصال بين الخلايا العصبيه اتصال عضلي كان ما حدنا تكيا لما طلع هذا العمل نعم طبعا عاش دكتور مسافه تقريبا 30 متر في طاوله 20 تقريبا ولا 20 او 5 ساعه لا يدفعوا يعني هذا معروفه هي نفس المبدا اذا شنو احنا هي هاي النيرو طبعا النيرو لو تدخل عليها هي بحر وبحر بحر لا يستهان به يعني بها شغلات مثلا الدوبامين بشغلات تدوخ سيروتونين بشغلات تدوخ الاستايل كولين يعني كلها شغلاتها يعني شلون نقول يعني تساهم بعمليه حيويه حتى تنجز عمليه اخرى يعني فشيء راد يعني احنا ناخذ اليوم بشكل مختصر بس مستقبلا لا مو مختصر مستقبلا راح ننزل تفاصيله ليش؟ لان انت بشغلك تفيدك اذا كان تغذيه تكنولوجيا اداره فسلجه ما اعرف شنو شغلك انت تفيدك ماشي يعني نجي على شيء قد يكون غريب عنكم او قد يكون بعض سامعين به او ما سامعين به اللي هو الفورمون شنو هو الفورمون؟ مجموعه منظمه تؤدي تفاعلات يعني حيويه هاي التفاعلات الحيويه تساهم ببعض العمليات اللي تنظم من عمليات الجسم وما الى اشبه ذلك منو سامع بالهرمون قبل؟ بالفورمون؟ اقول اسمك لازم عندك هرمون مو صحيح؟ نعم لا الفورمون موجود بجميع الاجناس وبجميع الكائنات وبجميع ذكر او انثى موجود مو بالتزاوج هو رسل كيميائيه على حال الهرمون فشنو الفرق بينه وبين الهرمون؟ الهرمون رسل كيميائيه داخليه بين اعضاء الجسم بين خلايا الجسم تمام بين خلايا الجسم اعضاء الجسم بين انسجه الجسم اما الهرمون فهو رسل كيميائيه بين الجسم وجسم اخر خارج الجسم افراد مختلفين في نوع واحد هرمون هرمون راح ناخذ بس نجينا اذا افراد مختلفين في نوع واحد خلينا نقول او نفس النوع الهرمون يفرز في كائن ليؤثر في كائن اخر زين كنا مره بينا ثاني عمار انا ويا عمار استاذ عمار شو كيف 2000 مو من 2000 اي صار لنا يعني 20 سنة. أنا مرات عمار ما فينا أنا وأصدقائي. يعني سواء أنا أستاذ هو طالب يعني ما أحفظ له القاب بس هو أخوي بنفس الوقت. وكلكم مر بكم هاي الحالة، حتى البنات عندكم هاي الحالة. أنا ما أتكلم عمار يلقطها من عندي. المهندس وصديقه، ما فينا أصدقائه. المهندس قبل لا يتكلم من عيونه عرف عمار شو يريد وعمار طق السالفة ومشت السالفة. هاي من جاية؟ شلون؟ مثلا اليوم انا معزوم عزموني مثل اصدقائي، انا وعمار عزمونا من اصدقائنا غدينا من شنو كملنا رجعنا، من جيت انتوا لزمتوني؟ ها دكتور شرفتنا وتغديت ما ادري شنو انتوا يعني تطلعوني بمشكله يعني ليش شرفتنا وتغديت؟ عمار جاء من بعيد عمار من شاف عيوني كلام لا سوينا هيك وكذا عمار دافع لي انا ما حاكي وياه هاي شلون حاله تولدت؟
هاي حالة ولدت، حالة ولدت، أنا صار ضغط علي من قبلكم، صار ضغط علي من قبلكم، من صار ضغط علي من قبلكم، أنا حرجت شعرت بحراج ووو، انفرز عندي هرمون، هذا الهرمون نقرة غير عمار، عمار ليش قرا؟ عمار عمار أنا أسوي، نمشي سوا أطلع سوا، جيني أحكي له كذا كذا، فعمار قرا، إذا شنو عمار؟ عمار قرا أنت ما قريتوا. بس عمار قرا، عمار جاء فك المساله. وانا ما كان ذيك انا راح اقول لا انا قريتك هي مساله صحيح بس احنا ما دام نفسرها صحيح. اوكي؟ مساله مضبوطه بس صايره بس احنا ما دام نفسرها صحيح ولا تفسيرها. النمر يلحق الفريسه مالته من افريقيا جنوب افريقيا شمال افريقيا. اشتغل يلحق. سبب شنو؟ سبب الهرمون. تمام ال شو احنا نسميها مثلا ال قالت قال شعب الله بسم الله ربي قال نؤت الله لأشم رائحة يوسف لأجل ريح يوسف ولولا تمندون قالت الله إنك لفي ضلالك القديم. تمام هم شنو جايبين وياهم؟ قميص قميص شنو بي؟ ريحة يوسف. اذا هذا شنو هذا؟ هذا هو الهرمون. تمام؟ اليوم انت مثلا جيت تمشي قبلك دكتور سلوان بالمحاضرة مالتك محاضرة مزعجة يجيبوا يدق عليك ويجيبوا كذا وكذا و و و انت زهقت زهقت المحاضرة طلعت من تمشي بالشارع وشفت سلوان راسا شو يصير عندك؟ او المحاضره هي تفكر تمام هذا شنو هو؟ او انت مثلا قاعد بالبيت بامان الله وسمعت صوت سلوان بالمحاضره باليوتيوب بس سمعت الصوت هو يا ستار نعم هذا منين جاي؟ هذا جاي شنو من تولد هاي الهرمونات اللي تكون بالذكاء. لذلك تشوف الحيوانات عندك الباط البطة الأنثى والذكر البطة ما تقبل الذكر إلا هي بمزاجها ما تتقبل الذكر إلا بمزاجها ولو لقحها غصبا عنها تقلب قناة البيض ما تقبل تنجم يعني تفرخ من عنده. تشوف بالدجاج بالطيور تشوف اكو نوع من الألفة يصير بين الذكر وبين الأنثى صحيح؟ هذا منين جاي؟ جاي من تفضل عندك سؤال انا اضرب لك مثل اخر عن الاغنام. الاغنام كلها نفس الشكل. الاغنام كلها نفس الشكل تمام؟ جيب الولادات الصغيره الحملان واحجزهن بواحد وجيب الامهات واتركهن يومين افتح الباب شوف كل واحد راح وين؟ على امه. هذا بسبب شنو؟ زين النحل 70 خلية نحل كل نحلة تنزل المكان مالها ما تروح على غير وحدة. هذا بسبب شنو؟ بسبب تولد نوع من الهرمون من التجاذب. حتى الطفل الرضيع جاء طفل الرضيع يبكي تحط الشاي مال امه يسكت ليش؟ لان اشتم ريحة اللي هي ريحة امه. لذلك هذا هو الهرمون. بالنسبة للهرمون يدخل اساسي في عمليه الشم او بالجزء الاساسي من الاولفكشن بابلز اللي هي مراكز الشم على المخ يدخل اساسي بهذا الهرمون. طبعا هو الهرمون مجموعه منظمه تؤدي تفاعلات تنظيميه. هاي التفاعلات يعني تكون بسيطه مختلفه وحاله حال البقيه لها مستقبلات خاصه وهي مستقبلات تعمل على التجاذب بين الذكر والانثى بال وقت التناسل وغيرها. نعم. أحسنت. نعم. 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 شوف هذا شنو هذا؟ نرجع عليه هذا يسموه يعني ندخل يسموه بالفيش بيهيفير يعني سلوك الأسماك. السمكة بالشط ما حد حره ما حد يمها
تمام؟ ما حد يمنع انه يشوف الانسان يصير عنده نوع من رده الفعل تنهزم حتى لا يصيدها. تمام؟ بس من تجيبها بالحوض من هي صغيره تتعود انه الانسان شنو؟ يطعمها. فمجيء الانسان مجيء الطعام. هذا شو يسموه بالسلوك؟ يسموه حسب نظريه بافلوف اللي يسموها الاوردد يعني الجائزه. من تجي انت تطعم الطعام تجي تقرب يمك. الاسماك عندها ظاهره الفورمون مو مثل الحيوانات البقيه، قد تكون شوي اقل من الحيوانات البقيه، بس بتجي على الحيوانات البقيه مثلا يقول لكم الله الحصان. حصان اكو بي ما يقبل يركبه الا صاحبه. اذا صاحبه يموت هو يموت. الكلب ما يقبل ياكل الا من صاحبه، هذا كله شنو ناتج؟ ناتج من الفورمون. طبعا الفورمون بالفئران دوره كلش قوي. انثى الفأر يعني الانثى اذا كانت حامل شوف الذكر مالها شو يسوي؟ يحيطها بعد متر. ليش بيحيطها بعد متر؟ بحيث ما يخليها يجي ذكر اخر يمها. لان مجرد تشتم ريحه الذكر الثاني عندها شهر. مجرد شمها لريحه الذكر الثاني يصير عندها اجهاض. هذا الجهاز شو يسوي؟ تفقد ابنائها. فذاك شنو الريحه تاثر عليها، شوف الذكر دائما يبعد ما يخلي اي ذكر يصل يم الانثى مالته اذا كانت حامل، ولا يخليه يتقرب يمها حتى لا تجهد. شوف بس هنا الصوره، هنا نشوف بدايه اجريسف بيهيفير. يقول لك من الامكدولا اعلى من الدماغ، الامكدولا المسيطره على السلوك. يقول لك راح سويتشز ذا روك انفو، يعني راح بالبدايه كانت شنو؟ كانت عداوه. احنا عندنا بالعاميه مثل يقول ماكو عداوه الا بعدها محبه. صار تقبل بيناتهم، صار تزاوج، بالاخير شنو صار؟ صار نوع من الالفه وغيرها. هاي الصوره من هنا نشوف الحيه الجايه يصير عندها بيوتري، يعني يصير عندها شلون مو بيوتري، يعني فشيء مفترس عندها هم تخاف هم تنهزم. اذا الهرمون له دور كبير في الدخول بحياه البشر او حياه الكائنات الحيه. طبعا الهرمونات لها انواع ولها الهرمونات عفوا لها انواع ولها اشكال ولها صفات تختلف فيما بينها. طبعا انواع النوع الاول يسموها المحرره او الارشاديه ليست او سنجل هرمون. هذه تعمل على مدى قصير شورت تيرم تشنس، تعمل تغيرات على مدى قصير. مثلا اللوردوس بيهافير. اللوردوس بيهافير تجينا على الفئران. مجرد ما انثى الفار تشتم ريحه الذكر مالتها راح تشتم راح تنبطح وتكون قابله للتزاوج. بس تشتم ريحه الذكر مالتها هذا يسموه شنو؟ يسموه شورت تيرم تشنج، يعني التغيرات على مستوى قليل. هذا يا نوع من الهرمونات يسموها الريزد، يعني او الهرمونات المحرره او الارشاديه، يعني تعطيني تغيرات على مدى قصير. اما النوع الثاني ويسمى بالبرايمري هرمونز اللي هي اللي تعطيني لونجر تيرم تشنج، تغيرات على مدى طويل. وهاي اللي قلناها اذا من واحد واحد يمشي وصاحبه يصير عنده نفس الصفات، نفس الحكي، نفس التغيرات، نفس الشكل. يعني انا اعرف شخص يحكي حكي عادي ما عنده مشكله، يتعين بمكان على الحدود. يتعين بمكان على الحدود، يعني انا عاني حاله مره بي، يعني يتعين بمكان على الحدود. هذا الشخص كان يقلد على واحد من يحكي تأتئ، من يحكي تأتي، فكل ما يشوفني يقول لي فلان يحكي يقول لي هذا يعني خطة رب العالمين. راحوا سبحان الله قدر شاء ان يخليهم اثنيناتهم نفس المكان. وقالوا ايش قاعد على الحدود سنه ونص، تلك احداث داعش ما ادري شنو حصلوا بالحدود ما قدروا يجون واي واي، فبقوا تقريبا ما قارب سنتين ونص. شفته ورا فتره وما سلمت عليه، هذا تأتي عمي عوف زي ما انت كافي شو هذا؟ قال لا لا بقيت تأتي. فصديقي ابو مزدي قال لي كمل شنو السالفه؟ قال هذا ابو خويا سنه ونص صار مثله. سنه ونص صار مثله. اذا هذا شو يسموه؟ هذا هرمون ونص الخمسه خلينا نقول، يعني تعود خلاص تعود صار مثله، يعني قفل مثله.
اي اي بالضبط. والله عندي واحد جراجي ايه. بس اقف يمه اقوم صحيح نفس الحال. اي لا فعلا فعلا هي هذه مساله ايش قلت لك. بس هو اكثر هرمون هو الهرمون اللي يشتغل على لونج تيرمز اللي على مدى طويل قلت لك يسوي الفه بين الاشخاص او بين الكائنات الحيه. لذلك انت تشوف اكو شخص من تجي ما تحكي له كل شيء شئت ام ابيت تحكي له كل شيء حتى الشغلات عندك بالبيت تحكي له اياها هو نفس الحاله تحكي لك شغلات بالبيت كل شيء. اكو شخص تتجاوب تحكي له تتجاوب جو تصير وياه يعني فورمال رسمي مع الناس تحكيها بشكل عادي. هذا من ناتج من شنو؟ الهرمون اللي يتولد او ينتج بتوارد الافكار. توارد الافكار. لذلك انت شو تشوف بعض الناس تكون تفكيره مقارب لتفكير غيره. طبعا اكو دراسه جديده يدرسوها نوبات انت تشيل التليفون تخابر شخص ويدق عليك. مره بينا. العلماء شو يقولون؟ هو عالم ضحكوا عليه بس انا اعتقد راح ياخذ بها نوبل. يقول هذا توارد افكار. هذا يعني هذا اكو شيء سوى هذا الشيء مو يعني مو باي تشانس. هم يقولوا لا باي تشانس بس هي مو باي تشانس. يعني انت تسالني يعني هي مو باي تشانس بس احنا ما توصلنا الى شيء علمي بس هي مو باي تشانس. فاذا تشوف انت شوف انت مثلا الشخص هذا اليوم مداوم تضوج ولا انت مداوم شنو هذا ناتج من شنو؟ ناتج من انت ارتياحك لهذا الشخص بشنو توارد افكار بيناتكم. ايضا بالحيوانات نفس الشيء بالحيوانات. بالحيوانات اكو شيء يسموه مشكوتا. مشكوتا شنو يعني؟ يعني كلمه روسيه يمكن استاذ رافع يعرفها وما يعرفها ما ادري. ما ادري يعني كلمه روسيه اللي كتبها عالم اسمه بافلوف روسي. شوف مثلا نجيب خروف وتجيب يمه ديج. هذا صنف وهذا صنف. تلاقين يعني كل واحد واحدة بس من تمضي فترة من الزمن راح تلاقين واحدة من الله تلاقين واحدة من الله ربما البيتي ينقر بالخروف او يقرب منه او هذا شنو شنو هو؟ تقارب بيناتهم. ليش هذا التقارب صار؟ بسبب شنو؟ بسبب الوحدة كعامل سلوكي وبسبب عامل فستجي والهرمون اللي خلاهم يتجمعون ويتقاربون بيناتهم. اوكي؟ لذلك شو يقول رب العالمين؟ يقول وخلقنا لكم من انفسكم ليش يسوون بها؟ لتسكنوا اليها. واضحه؟ اذا هذا شنو هذا؟ انت شوف مثلا هسه يعني ما ترتاح اذا تروح البيت تلقى زوجتك تلقى اطفالك تلقى كذا هذا يعني انت ترتاح لانك عامل نفسي شيء تعودت عليه. فهو هذا ما مقصود بالفورمول. طبعا احنا راح ناخذ تفاصيل ان شاء الله مستقبلا اكثر ونشوف هاي الصوره شوف شلون تشتغل العوامل العصبيه على الاولفكتوري سنسر نيرفز يعني من تدخل الريحه من الخشم شلون تروح على المخ ومن المخ على 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 الدماغ على مراكز الشم وتبدي تغير الاشاره العصبيه وتغير الحاله من حاله عصبيه او حاله كيميائيه الى او كهربائيه الى حاله فسلجيه. واضحه الفكره؟ حتى بالحيوانات السكشوال بيهيفيرز، السكشوال بيهيفيرز مو كل انثى تتقبل الذكر ولا كل ذكر يتقبل الانثى. تمام؟ الا اكو بيناتهم نوع من التجاذب، هذا التجاذب من ناتج؟ ناتج من الهرمون يسموها سكس هرمونز او هرمونات الجنسيه، الهرمونات الجنسيه. بالاسماك الاستاذ رافع يعرف هاي السالفه دائما بالشاط الاسماك الصغيره ما تسبح بالاماكن اللي فيها اسماك كبيره. ليش؟ لان تفترس. شلون تعرفها تفترس؟ عن طريق من تدخل الاسماك الكبيره بهذا المكان تبدا تطلق نوع من الهرمونات تقدر تتبع هذه الاسماك الصغيره وتبتعد عنها والعكس صحيح ايضا هي الاسماك الكبيره تتبع الاسماك الصغيره. نعم بالضبط. بعض الحيوانات اللي تكلم عليه الاسد يتبع الفريسه مالته مو الاسد النمر يتبع الفريسه مالته قدر يعني من الشرق للجنوب حتى يقدر يصيدها عن طريق الشم. النمل من تخرب المسار ماله يرجع على مسار صحيح بسبب شنو؟ هذا هو يطلق هذا هو لو تجي انت تقطع خط من النمل
وتخلي تايز او تخلي فد ماده ماء او شيء تتبع هذه الريحه تشوف شفنا الكل يقف يتجمع بين الماده وين راح يبقى يشوالف هذا شنو سبب؟ سبب هذا الفورمون اذا الفورمون هو احد الرسل الكيميائيه المنظمه التي تساهم بتغيير العمليات الحيويه طبعا انا عندي الفورمون عندي الامون عندي كورمون عندي سيمونز هذا شنو؟ بس الألمون يفرز من كائن ليؤثر في كائن آخر. الهرمون يفرز بنفس النوع يعني نفس النوع يفرز. هو يستفاد يعني يفرز بكائن يؤثر بكائن آخر أو العكس ويستفاد من الكائن اللي يفرزه. ماشي مثل إفراز مادة مضادة. طبعا بالمناسبة حتى النبات يفرز هرمون. حتى النبات يفرز هرمون لذلك اكو نوع من النباتات نوع من النباتات تشوف الحيوان ما ياكله ليش؟ من يتقرب الحيوان يمه يفرز هرمون ريحه غير طيبه فالحيوان يضج منه ويعوفه اذا حتى النبات له افراز بالهرمون ماشي يا بالالمون الكارمون هو شنو هو؟ يستلم يعني يفرز من كائن ليؤثر على كائن اخر يستفاد من عنده يعني مثلا افراز اللي يستخدم الطفيلي دائما الطفيلي يفرز من يفرز هرمون يستفاد من عنده حتى شنو حتى يستفاد من عنده هو مثلا اليوم انت عندك فد مثلا اي كائن حي عنده جرح بايده هذا الجرح يفرز نوع من الـ من الـ من الكرمون حتى شنو حتى يجي طفيلي هو هو شيء مو متعمد وانما هو فرز حتى الطفيلي يستخدمه كعائل له حتى يسكن فيه او مثلا حبوب اللقاح من 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 النحله تبحث عنها الزهره مطلعه لقاح فتجي النحله تفتر تشوفها وين تجي تاخذها من عندها اوكي اما النوع الاخير اللي هو السايمونز السايمونز هو شنو هو؟ هو شوف هنا الصوره هذه الاخيره نشوف انه يفرز من النبات السايمونز يعني يؤثر في الباعث والمستلم طرفين الباعث النبات والمستلم الحيوان الحشرات والبقية الحيوانات الاخرى الاثنين يستفادون من عنده يعني هذا يحاول شلون تقول يجذب النباتات اكو بعض النباتات تلتهم الحشرات حتى يستفاد منها واكو بعض النباتات تستفاد من هذا في تغذيتها اذا هو باعث ومستلم يستفادون من عنده هذه كانت يعني نبذه مختصره خلينا نقول ناخذها بشكل اوسع على الهرمون طبعا اليه عمل الهرمون هي كالتالي نشوف هنا الهرمون اللي هو الاودر اللي هي الريحه يعني خلينا نسميها او الرائحه تاثر مباشره على الاوليفاكتور سنسور نيرونز اللي هي الاعصاب الحسيه الشميه يعني مباشرة تأثر عليها راح تروح وين؟ على الجهاز العصبي المركزي. وهناش بنطيني؟ بنطيني طريقتين يا اما برايمري افكت اما تأثير يعني شلون نسمي طويل الامد او تأثير لازد افكت يعني هو تأثير محرر او ارشادي. طبعا التأثيرين لهم صفات مختلفة. اذا كان تصير الامل بين جروب بيهافير لما دام هذا شويه يمكن مثلا تفرق مثلا حسب الاشتراط شوف الذكر قبل ما يجي على قبل ما يتزوج الانثى شوف طرفه عنده شوف العليا ما تترفع هيك شوف شايفين هذا شو سبب يسموها؟ انفلونس ريسبونس هذا يسموها انفلونس ريسبونس يعني شوف العليا شنو شلون الرائحة مع الأنثى؟ تولد عندي نوع من الحالة يسمى حالة جنسية يعني غير من سلوكه غير من سلوكه أو بعض المرات شوف بالدجاج تشوف بالبياض ماكو ليش من البياض ما يطلع من ليش شو شفت؟ تشوف وحدة الدجاجة غير ليش أو تاخذ بيت أوردر عالي يعني شلون بيت أوردر عالي؟ تقدر فيها بالقفص هاي الميديا فوق، هاي تنزلها، هاي تشرب رياضتها، شنو هاي الميديا جاية؟ جاية من شنو؟ من شعوبها منها شنو صارت؟ يعني عندها
الرات السلبيه او التغيرات السلبيه. هذا من جايه؟ جايه من التغيرات في هذا المخ والعلامات فاما من الليزك غير غلط. غير السلوك هذا باير افكت اللي هو التغيرات في الهرمون. الاثنينات تنشئ الديني تؤدي الى تغيرات في الجهاز العصبي المركزي وتغيرات في بعض التحورات اللي تصير عندي. اذا عندي هرمون يشتغل لي شغلين، الاول تغير سلوكي والثاني تغير تسليكي. التغير التسليكي ايضا يكون في وين؟ الى تغير السلوك. ماشي؟ مثل ما قلت لك انت تنشي وشميت سمعت الكلام اللي حطه اكيد. فاسمع عندك النور. أول شيء سوى عندنا شنو هو؟ تغير مسلكي. هذا وين أقول لك؟ إذا تغير سلوكي تروح لازم تعقل. أنا مو صح. إذا هذا هو شنو هو؟ عمل الهرمون بصورة الحدود تبقى مختصرة. النوع الاخر من يعني من النواقل العصر الكيميائيه هي البارا هرمون. دائما تطلق كلمه البارا هرمون على شنو؟ على الشيء اللي يعني مثلا بارا عمار، واحد شبيه لعمار. بارا كولوج يعني شبيه للكليه، يعني فشيء يعني مو هو بالضبط ولكن فشيء يعني يختلف عنه. البارا هرمون هو شنو؟ هو الشيء لا هو هرمون ولا هو مو هرمون. هذا طبعا شنو هو؟ هي ليست هرمونات وهي عباره عن رسل كيميائيه. هاي الرسل الكيميائيه تتولد بالدم وتكون لها وظائف، هاي وظائف تنظيميه وتنتج انواع وتنتجها انواع متاثره من الخلايا تنتج هذه البارا هرمون. طبعا دائما شو نشوف احنا بها؟ شوف اما بارا كراين او اوتو كراين، يعني اما تفرز لتؤثر بمدى بعيد او تفرز لتؤثر بمدى قريب. يعني لو اما تاثر بخليه نفسها نفرزتها او تاثر بخليه اخرى حسب نوع الاحتياجات مالتها اللي تفرزها. نعم. ما اسمع. فاكتور شنو؟ يعني تقدر نعتبرها يعني بعض العوامل تقدر تعتبرها بارا هرمون، بس هو البارا هرمون شنو؟ هو يعني خلينا نقول هو مو هرمون ولكن له دور الرسل الكيميائيه، يعني يؤثر في العمليات الحيويه. اوكي؟ دائما نجي على الهرمون الهرمون يكون بالبدايه مالته بارا هرمون، بعد تصنيع الهرمون ان شاء الله اخر الاسبوع الجاي تخليق الهرمون يكون بالبدايه مالته عباره عن شنو؟ عن بارا هرمون. يعني الهرمون من يصنع؟ يجمع المواد الكيميائيه، يجمع الاحماض الامينيه، يوصل الى مرحله يصير داخل الخليه يصير بارا هرمون. من يريد يفرز يحول بعمليات حيويه راح ناخذها ان شاء الله الاسبوع الجاي، يحول الى شنو؟ هو الى هرمون لكي يقوم بالعمليه الحيويه اللي المطلوبه. اذا هو اشباه هرمون وليس هرمون، ولكن بنفس الوقت اذا فرز يعتبر رسل كيميائيه تساهم بعمليه انجاز تنشيط او انجاز تثبيط حسب ما مطلوب من عنده افرازه. دائما تكون يا اما بارا كراين او اوتو كراين، يا اما بعيد او قريب. طبعا هذا كان درس مختصر بدائي، يعني ما نبي نمزحكم من اول محاضره على الانتو كراين، شيء بسيط ان شاء الله. فكره يعني فكره اوليه خلينا نقول. ان شاء الله المحاضره القادمه نعم سجلتها.